ماذا لو قيل لك إنك ستكون قادراً على استخدام هاتفك لسنوات وسنوات دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية؟ نعم، الأمر لم يعد وهماً أو خيالاً، بل حقيقة علمية توصلت إليها شركة بيتا فولت الصينية الناشئة. بطارية نووية هي الأولى في العالم، طاقتها اللانهائية يمكنها تشغيل الهاتف 50 عاماً دون الحاجة لشحنه. هذه البطارية تستخدم 63 نظيراً نووياً معبأة في وحدة حجمها أصغر من العملة المعدنية، وتتضمن التقنية المستخدمة فيها تحويل الطاقة المنبعثة من النظائر المتحللة إلى كهرباء. بطاريات الطاقة الذرية هذه يمكنها تلبية احتياجات إمدادات الطاقة طويلة الأمد في مجالات متعددة مثل الفضاء الجوي، معدات الذكاء الاصطناعي، المعدات الطبية وغيرها. ومن المقرر أن يتم إنتاج كميات كبيرة منها للتطبيقات التجارية مثل الهواتف والطائرات بدون طيار. وقالت الشركة إن مشروعها الحديث دخل مرحلة الاختبار التجريبي، ورغم قدرة البطارية الفائقة إلا أن الطاقة النووية طرحت مخاوفاً بشأن الإشعاع. لكن شركة بيتا فولت ردت أن البطارية آمنة لكونها لا تحتوي على إشعاعات خارجية ومناسبة للاستخدام في الأجهزة الطبية داخل جسم الإنسان مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وزراعة القوقعة. برأيك، هل سيكون ثمن الأجهزة المزودة بالبطارية النووية مرتفعاً جداً؟